مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونطالع فيها من موقع يمن مونيتور: تجهيز قوات أمنية خاصة بملاحقة الإرهابيين في قرى محافظة لحج. الميليشيا في الحديدة تستأجر ثلاجات تبريد المنتجات الزراعية لحفظ جثث قتلاها. وفي صحيفة الاتحاد 22 جنديا يمنيا يستعيدون قدرتهم على السير من جديد. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة البيان: عامل يمني يعيد 150 ألف ريال نسيها مواطن سعودي في سيارته. البداية من المواقع الإخبارية اليمنية التي تناولت الحدث الأبرز في العالم، وهو تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا. وناقشت تلك الصحف أثر ذلك على الأزمات في المنطقة عموما واليمن على وجه الخصوص، حيث عنون موقع الموقع بوست: بعد تنصيب ترامب، ما مصير مباحثات كيري في اليمن؟ وقال الموقع إنه مع دخول فترة الرئيس الجديد يتساءل اليمنيون عن مستقبل المباحثات التي كان يرعاها وزير الخارجية السابق كيري بمعية المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ، وإذا ما كانت ستستمر في ظل الإدارة الجديدة، أم أن تحركات دبلوماسية جديدة ستطرأ تماشيا مع الإدارة الحالية. وينقل الموقع عن أحد الصحفيين اليمنيين قوله: اهتمام إدارة ترامب باليمن سيكون متأخراً نظراً لتركيزه على أولويات سياسته الداخلية، وهذا يحتاج إلى 4 أشهر على الأقل. وأضاف مأرب الورد: ستكون اليمن في أدنى سلم أولوياته، وعندما يبدأ التفكير بالقضية اليمنية سنرى جدية وحماسة أكثر بالتوصل لحل سياسي مختلف عما طرحته الإدارة السابقة. وفي ذات الموضوع علق موقع مندب بريس في صفحته الرئيسية: مصير غامض لمبادرة كيري، ملف حرب اليمن بعهدة ترامب. وقال الموقع: مع رحيل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من البيت الأبيض، تعد حرب اليمن من أبرز ملفات المنطقة العربية التي سترثها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويبدو أن المقترحات والخطوط العريضة التي ارتكزت عليها الجهود الدولية لحل سلمي في اليمن منذ أشهر، ممثلة بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، قد انتهت إلى مصير مجهول. والآن تتجه أنظار الأوساط اليمنية إلى توجه إدارة ترامب الغامض حتى اليوم. يتابع الموقع: وكانت الجهود السياسية في اليمن منذ أشهر تمحورت حول المقترحات والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. اليمنيون والفن. تحت هذا العنوان كتب عبد الإله الحريبي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال في أجزاء منه: يعيش اليمنيون أوضاعا اقتصادية صعبة في معظم أنحاء البلاد، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة يتعلق اليمنيون بأي برنامج تنافسي يكون فيه مبدع يمني. يتأثر اليمنيون كثيراً بالمبدعين منهم، فيقدمون كل الدعم الممكن له طالما يقدم المبدع نموذجاً راقياً في عملية التنافس، علماً أن عمار العزكي ليس الأول، فقد سبقته نماذج كثيرة مبدعة، حيث يتكاتف اليمنيون مع من يعتبرونهم مبدعين حتى وهم في أحلك الظروف في داخل اليمن كما في خارجها. ولعل اليمنيين المهاجرين والمغتربين خارج اليمن يدعمون بقوة هذا الشاب المتألق في سماء الفن العربي، حيث يثار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حول الفن، علما أن من يعشقون لغة السلام والمحبة ويؤمنون بدور الفن في مواجهة لغة الحقد والكراهية يشكلون غالبية الشعب اليمني. هذه النوافذ تفتح لنا باب الأمل واسعا بأن الغد قادم وجميل على الرغم من كل اليأس، مع العلم أن اليمن تزخر بالمبدعين في المجالات كافة، إلا أن طبيعة نظام حكم المخلوع على عبد الله صالح كانت قائمة على كبح جماح المبدعين والمتفوقين، وهناك أمثلة كثيرة، ليس فقط كبح جماح المبدعين، وإنما تدمير إبداعاتهم واختراعاتهم العلمية. وأعتقد أن الفترة المقبلة بعد تحرير اليمن من سلطة الانقلاب ستشهد بروز مبدعين كثيرين في مختلف المجالات، والموضوع يحتاج إلى شرح طويل قد تأتينا الفرصة للحديث عنه في موضوع آخر.
أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الدكتور عبد الله لملس أن الحكومة استكملت الإجراءات الخاصة بصرف رواتب المعلمين وموظفي ديوان عام وزارة التربية في صنعاء، وأن أقصى حد لتسليمها هو الأحد المقبل. وكشف الوزير لملس في تصريحات للمشاهد أن الوزارة استخرجت الخميس الماضي الشيكات الخاصة برواتب ديوان عام الوزارة ومعلمي العاصمة وأنها أصبحت جاهزة للصرف. وقال عبد الله لملس: الوزارة تدرس الخيار الأمثل لإيصال المرتبات لموظفي الوزارة والمكاتب في العاصمة والمعلمين دون عراقيل أو تدخلات من أطراف أخرى. وعن بقية المحافظات أكد الوزير عبد الله لملس في تصريحه للمشاهد أنهم يعكفون على استكمال الإجراءات الخاصة بها وإرسالها في أقرب وقت ممكن. يتابع الموقع: يأتي هذا في حين وجه يحيى الحوثي وزير التربية المعين من قبل جماعة الحوثي جميع مكاتب التربية في صنعاء والمحافظات بالامتناع عن تسليم كشوفات المعلمين لأي جهة كانت، وحملهم مسؤولية تسليمها. موقع يمن مونيتور ذهب للحديث عن ريف واحدة من المحافظات اليمنية وعنوان: استعدادات يمنية لمطاردة تنظيم القاعدة في المناطق النائية بلحج. وقالت مصادر أمنية إن السلطات الأمنية والمحلية في محافظة لحج بدأت بخطة أمنية جديدة لتعقب عناصر تنظيمي القاعدة وما يطلق على نفسه تنظيم الدولة الذين فروا إلى المناطق النائية. وأشارت المصادر اليمن مونيتور إلى أن الخطة الأمنية ستتابع وتتحرى وراء تلك العناصر بما فيها القيادات الموجودة في القرى ومراكز المديريات التابعة للمحافظة وفق حملات أمنية متعددة. الرئيس الأمريكي لا يعني الأمريكيين وحدهم. صحيح أن الأمريكان هم الذين انتخبوه، لكن العالم كله يتأثر بهذا القرار. لا غرابة بعد ذلك في أن يصبح انتخاب الرئيس الأمريكي شأناً عالمياً. هكذا كتب ياسين سعيد نعمان عن تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، وقال ياسين: انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية من أوباما وإدارته إلى ترامب وإدارته. كان منظر أوباما وهو يغادر البيت الأبيض مع عائلته رسالة سياسية وأخلاقية لأولئك الذين يدمرون بلدانهم تمسكا بكرسي السلطة. قبل 8 سنوات كان من غير الممكن التفكير بواقعية أن يأتي إلى البيض رئيس أسود ليحكم أمريكا من داخل هذا البيت الذي بناه أجداده العبيد، كما عبرت عن ذلك زوجة أوباما. قفز الأمريكيون فوق الحقائق التاريخية التي كانوا فيها سادة وعبيدا، وصنعوا حقيقة تاريخية جديدة، وهي أنهم صاروا شعبا واحدا يتمتع الجميع فيه بالحقوق المتساوية، وبسببها أصبح أوباما رئيسا. بالأمس غادر أوباما البيت الأبيض رمز السلطة والحكم، أما ميراثه السياسي فقد أصبح في ذمة التاريخ. وقبل سنة فقط ومع أول صرخة لترامب في سياق ترشيح نفسه للرئاسة، بدا من المستحيل أن يصبح هذا الملياردير رئيساً، لأنه في نظر الكثيرين لم يكن يملك من مقومات الرئاسة لهذا البلد الذي شهد جورج واشنطن وإبراهام لينكولن وروزفلت وكنيدي. غير أنه لو لم يبقى أمام العالم من شأن أمام هذا الزخم الذي يصاحب الانتخابات وانتقال السلطة في أمريكا وغيرها من الديمقراطيات سوى هذا التقليد الذي يكرس سلطة الشعب، لكفاه أن يستلم هذه الرسالة كعنوان لنضال طويل خلص إلى نهايات تحقق معها الحلم في أن تصبح السلطة ملكا للشعب وليس لغيره. إذن إلى محافظة الحديدة، حيث عنوان موقع الصحوانات: الحوثيون يستأجرون ثلاجة مركزية لجثث قتلاهم. حيث قالت مصادر محلية بمدينة الحديدة بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع طلبت من أحد رجال الأعمال ثلاجة تبريد مركزية خاصة بمنتجات زراعية وصناعية خاصة بشركته. وأضافت مصادر خاصة بأن صاحب الشركة اعتذر لهم، لكنهم فرضوا عليه مبلغا ماليا كبيرا لاستئجار ثلاجة تبريد أخرى. يتابع الموقع: يأتي هذا بعد مرور أسبوع من استئجار الميليشيا إحدى الثلاجات في مدينة الحديدة لوضع عشرات من جثث قتلاهم القادمة من جبهات الساحل الغربي وحرض وميدي. وإلى موقع الاشتراكي نت، والذي أورد تقريرا عن المدينة المحاصرة وعنوان: تعز عامان من الصمود وانتظار الشرعية. ويقول الموقع:
يعيش المواطنون في تعز وضعا مأساويا في محافظة تبحث عن الحياة الطبيعية ولملمة أنفاسها المتقطعة لتنعم بالأمن والسلام بخلاصها من حرب الميليشيات العبثية التي أثقلت كاهلها وأغرقتها بالدماء ودمرت كل شيء فيها. ورغم كل ما يجري لا تزال تعز تعيش على أمل مساندتها من قبل السلطة الشرعية بالقدر الذي يساعدها على الخلاص من الميليشيا الانقلابية في طريق خلاص اليمن كاملة من حرب كارثية فرضها تحالف الانقلاب. يتابع الموقع: ينتظر أبناء تعز تنفيذ وعود السلطة الشرعية بدعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير المحافظة من ميليشيا صالح والحوثي المستمرة في حربها داخل المدينة وفي عدة مناطق ريفية منذ عامين. عن واحدة من المحافظات المنسية في وسائل الإعلام عنون موقع المسند في صفحته الرئيسية: المحويت يتخبطها الجوع. ورصد فريق منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية أعدادا هائلة وأرقاما مخيفة لحالات سوء التغذية عند الأطفال والكبار في المحويت. وقال رئيس منظمة منى فاتك عبد الله إن قرى وعزل مديرية خميس بني سعد تشهد ارتفاعا كبيرا في اتساع رقعة الفقر وتزايد معدلاته، ناهيك عن الأمراض والأوبئة الأخرى التي تفتك بالإنسان عامة والأطفال خاصة، في المديرية التي تعد نقطة التقاء لثلاثة أودية. ودعا رئيس المنظمة الهيئات الدولية والمحلية العاملة في المجالات الإغاثية والإنسانية والصحية إلى سرعة التدخل في قرى ومناطق مديرية خميس بني سعد البالغ عددها 21 عزلة ويعيش سكانها وضعا معيشيا معقدا وظروفا إنسانية صعبة تنذر باحتمال وقوع كارثة إنسانية وشيكة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ميدانيا عنونت صحيفة الشرق الأوسط: الجيش اليمني في محيط المخا والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان. حيث قالت مصادر محلية وعسكرية إن الجيش الوطني أعلن تحرير المواقع المحيطة بالمخا وأن قواته لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن الميناء الهام الذي يستخدمه انقلابيو اليمن في استقبال الأسلحة المهربة. وعن محافظة شبوة نقلت الصحيفة تصريحات المتحدث الإعلامي لجبهات بيحان مطلق جوهر المعروفي فيما يخص أسباب تأخر عمليات تحرير ما تبقى من مناطق بيحان والتي أعادها إلى وعورة التضاريس وطول الجبهة الجبلية الصحراوية وتباعد المسافات بينها، إلى جانب الكميات الكبيرة من الألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل الميليشيات وأساليب التمويه وتشكيلها للتناسب مع بيئة المنطقة وتضاريسها. وأضاف: لا ننسى كثرة القناصة الحوثيين وأماكن تمركزهم في قمم الجبال المطلة على الجبهة، وكذا الكثافة البشرية الكبيرة لدى الميليشيات فضلا عن امتلاكهم أسلحة نوعية غير موجودة لدى الجيش اليمني والمقاومة. إلى صحيفة العرب الجديد التي عنونت في إحدى صفحاتها: 19 مليون يمني في حاجة إلى إغاثة. ووصفت الصحيفة استجابة المنظمات الإنسانية في اليمن بأنها ضعيفة خلال العام الماضي، وإن كانت أفضل بعض الشيء من العام الذي سبقه، لكن الواقع يشير إلى عدم إحراز تقدم حقيقي في جهود المجتمع الدولي ومنظماته. تضيف العرب الجديد: زادت الحرب بالإضافة إلى الصراعات والفقر من حجم الاحتياجات. تتابع: يعد النازحون الأكثر تضررا وقد وصل عددهم إلى 2,300,000 شخص، علما أن نحو 1,000,000 شخص من الذين عادوا إلى مناطقهم يفتقدون إلى معظم الاحتياجات والخدمات الأساسية التي تساعدهم على التكيف والعيش وتحفظ كرامتهم. ويشكو معظم هؤلاء من عدم حصولهم على أي مساعدات بسبب صعوبة الوصول إليهم أو وجودهم في قرى نائية أو سعي بعض الجماعات إلى الحصول على نسبة من هذه المساعدات. صحيفة الاتحاد تابعت جانبا من أوضاع التحسن الطفيف للجرحى وعنونت: فريق طبي من الهلال يقوم بتركيب أطراف صناعية ل22 جنديا يمنيا. وقالت الصحيفة:
إن فريقا طبيا متخصصا في مدينة مأرب اليمنية قام بتركيب أطراف صناعية ل 22 جندي يمني فقدوا أطرافهم خلال المعارك مع الميليشيات الانقلابية. وقال علي الغليسي سكرتير محافظ مأرب للاتحاد إن عمليات تركيب الأطراف الصناعية للجنود ال 22 تجري في المستشفى الحكومي العام بمدينة مأرب. المتاجرون بآلام الشعب، تحت هذا العنوان كتب عيدروس النقيب ما قاله المنشور في موقع الاشتراكي نت. صار واضحا أن أزمة الوقود في عدن ومحيطها وما يتناسل عنها من أزمات مختلفة ليست مرتبطة بسوء الإدارة أو المصاعب المالية أو سوء تنظيم الاستيراد أو التوزيع، بل إنها عملية منظمة تصب في الأول والأخير في خانة الاستثمار بمعاناة الناس والمتاجرة بآلامهم. عدن التي شهدت أول محطة كهرباء وعرفت أول مصفاة للنفط في شبه الجزيرة والخليج العربي لا يمر يوم دون أن تنقطع عنه الكهرباء لثلاث وأربع مرات ولساعة طويلة. تعثر خدمات الكهرباء والوقود تتناسل عنه عشرات الأزمات في الكثير من الخدمات والضرورات الحياتية التي يرتبط الحصول عليها بتوفر الوقود والكهرباء، بدءا بخدمات الاتصالات والمواصلات والإعلام، مرورا بالخدمات الطبية والتعليمية، وانتهاءا بخدمات التموين بالمواد الغذائية ومياه الشرب والخدمات البديلة وسواها. فكل هذه الخدمات وغيرها لا يمكن استقرارها إلا بتوفر الكهرباء المنتظمة ومستلزمات الوقود بمختلف أنواعها. مرة أخرى يمكن التأكيد أن ما يقف خلف أزمة هاتين الخدمتين ليست قوة سحرية يصعب كشفها والتغلب عليها، كما ليست الظروف الموضوعية مثل شح الموارد أو انعدام المصادر المالية وغيرها. رغم ما لهذه المتطلبات من تأثير، بل إن القضية تتصل بالتلاعب المقصود والموجه من قبل عصابات المتاجرة بمعاناة الشعب وتحقيق الأرباح الطائلة من ورائها. صحيفة البيان الإماراتية عنونت في صفحتها الأولى: عامل يمني يعيد 250 ألف ريال نسيها مواطن سعودي في سيارته. وقالت الصحيفة: ضرب عامل يمني يعمل في محطة لخدمة السيارات على طريق الدمام الرياض مثالا للأمانة وحسن الخلق، حيث أعاد مبلغا ماليا وقدره 150 ألف ريال سعودي لسعودي نسيه أسفل مقعد سيارته. وأعرب السعودي صاحب السيارة ويدعى فيصل عن سعادته وامتنانه للشاب الأمين في مقطع فيديو نشر على يوتيوب مادحا نزاهة العامل الذي كان بإمكانه أن يأخذ المال دون علم أحد، لا سيما وأن صاحب السيارة لم يتذكر المبلغ إلا بعد ما أعاده العامل له بحسب موقع صحيفة التواصل السعودية. وقال المواطن السعودي: لو لم يجد هذا الشخص الأمين المبلغ لضاع تماما. وإلى صحيفة الجريدة والتي عنونت في صفحتها الدولية: ترامب يتولى مهامه والقلق يجتاح العالم. وقالت الصحيفة إنه وسط ترقب عالمي لحقبة جديدة يملأها القلق والغموض. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بتحديد مسار بلاده والعمل لسنوات عديدة، مشددا على أن رؤية أمريكا فقط ستحكم جميع قراراته من الآن فصاعدا، وعلى عكس حفلات التنصيب الأخرى التي كانت سمتها الرئيسية الوحدة بين الأمريكيين كتعبير عن استمرارية العقد الاجتماعي والسياسي والدستوري بينهم، كانت التظاهرات في واشنطن ونيويورك إضافة إلى مقاطعة الحفل من قبل ثلث النواب الديمقراطيين وشخصيات ثقافية وفنية مؤثرة محليا وعلى صعيد العالم بمثابة التذكير بأنه لا شيء سيكون عاديا خلال الولاية الأولى لترامب الذي تسلم الشفرة السرية للترسانة النووية. وفي اليوم التاريخي تبع ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية نفس التقليد البروتوكولي كأسلافه، وبعد أدائه القسم وعد في خطاب التنصيب بأن كل شيء سيتغير وأن جميع القرارات من الآن فصاعدا ستحكمها رؤية أمريكا فقط أولا، قائلا: معا سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى، ثرية آمنة، معا سنعيد إلى أمريكا عظمتها. كبير الاقتصاديين للشؤون الدولية في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين سابقا نورييل روبيني كتب مقالا عن فوز ترامب، وقال في مقاله الذي نشرته الغد الأردنية بالتعاون مع بروجكت ساندكت: إذا تخلت الولايات المتحدة عن حلفائها الأسيويين مثل الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان
فقد لا تملك هذه الدول خياراً آخر سوى الخضوع أمام الصين، وقد يضطر حلفاء آخرون للولايات المتحدة مثل اليابان والهند إلى التسلح للتصدي صراحة للصين. وهكذا يحتمل أن يعجل انسحاب أمريكا من المنطقة في نهاية المطاف باندلاع نزاع مسلح هناك، مثل ما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين حين عرقلت سياسات الحماية والانعزالية التي تبنتها الولايات المتحدة نمو الاقتصاد والتجارة العالميين، وعبدت الطريق للقوى الصاعدة المطالبة بمراجعة التاريخ العالمي لشن حرب عالمية قد توفر سياسة مماثلة التربة لقوى جديدة لتتحدى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة وتقوضه. وقد تتأمل إدارة ترامب الانعزالية المحيطات العميقة التي تطوقها من الشرق والغرب، فتتصور أن القوى المتنامية الطموح مثل روسيا والصين وإيران لا تشكل خطر مباشرا على الوطن. على الرغم من ذلك تظل الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية ومالية عالمية في عالم مترابط الأجزاء بشدة، عالم إذا ترك بلا قوة رادعة فسوف تتمكن هذه البلدان في نهاية المطاف من تهديد المصالح الأمريكية الأساسية الاقتصادية والأمنية في الداخل والخارج، وبشكل خاص إذا تمكنت من توسيع قدراتها النووية وقدراتها على خوض الحروب الإلكترونية. وتشهد سجلات التاريخ على أن سياسات الحماية والانعزالية وأمريكا أولاً هي الوصفة المثلى لكارثة اقتصادية وعسكرية. تحت عنوان يوم ترامب، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مجموعة من الصور التي توثق اللحظة التاريخية لتنصيب الرئيس الجديد. نتابع الصور. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.